حقيرة بلاشونها مكرا بدك دوقاها عشيرة اتصفتها مشورين. يعني البحث في لغة التوراة وفي قواعدها أغنت لغة الشعراء. هم شوريم هشتمشو بالسوكين بخلاقي بالسوكين من هم مكرا بجبتسو آتام بشيريهم كيفيش يعاسو هم شوريم هعبريهم بشيريهم عن بالسوكين منها القرآن. يعني الشعراء استخدموا بالسوكين أو حلاقي بالسوكين. يعني الشعراء استخدموا جمل أو أجزاء من الجملة من التوراة وشبتسو أوتام يعني رصعوا بها أشعارهم كما فعل الشعراء العرب في أشعارهم عندما أخذوا جمل أو أجزاء من الجملة من القرآن الكريم. فإحنا نأخذ تعريف الشبوتس واللي أنا أعطيكم بالأسئلة هو تعريف الشبوتس اللي هو الترصيع التزيين هو إمصاء أمنوتي خداش همشوريم هشتمشو بفسوكيم أو بخلاكي بالسوكيم منها القرآن أو هم مقرا شبت سؤوتان بشيريهم بهكيش الخداش ريمز الهكاتوف كله هالشبوس لو هايا بفخينات سيطوت بالباد مطارتو هايتا ليسور هكيش الخداش في دينامي. عندنا الشبوس قلنا هو إمصاء أمنوتي وسيلة فنية جديدة. الشعراء استخدموا هشتمشو بالسوكيم قلنا ياخذون أجزاء جمل أو أجزاء من الجملة أما من القرآن الكريم أو من التوراة ويرصعون بها أشعارهم بهكيش الخداش بسياق جديد. هذه المقطع يرمز إلى المكتوب كله. الشبوتس لوهايا لم يعتبر بمثابة السيطوت. السيطوت هو اقتباس، هو ليس اقتباس فقط وإنما هدفه كان لصياغة سياق جديد وكيش الخداش في دينامي وديناميكي. أكو ثلاث أنواع شلوشا سوقيم للشبوتسيم. أكو ثلاثة أنواع للترصيع. أول واحد والشبوتسيم نيتراليين اللي هو المتعادل ميكورام لو هشبية على همش معوت هشير هو هذا أول واحد اللي حناخذه شبوتسيم نيتراليين الشبوس المتعادل الاقتباس الترصيع المتعادل أصله لا يؤثر على معنى القصيدة. أول واحد. ثاني واحد شبوتسيم بعلي مش معود هو ذا المعنى. والثالث شبوس شيهو مركزي للشعر كله اللي هو مركزي للشعر كله. خلفية هغريقة لمنهاج زي شل شبوس بسوكين بالتوخ هشير هيا هخنوخ يهودي أما سورتي شل يمود بعلته. خلفية هذا النهج يعني استخدامهم لهذا الترصيع من جاي من إقحام إنه يدخلون آيات إلى داخل القصيدة بسبب الثقافة اليهودية التقليدية القائمة على التعليم الشفوي. لماذا قلنا؟ بسبب هالخنوخ اليهودي التعليم هاليهودي هماسورتي التقليدي شل لمود بعلبه للتعليم الشفوي. وشكرا جزيلا.